انا اختي ما اختاريش زعما هاد الظروف هذه وداك شي. انا زعما كل لقيت عاشي اختي ما زعما اللي نخدم فيها نعيش بها هاد الوليدات. انا مريضه، انا في الضيقه ازماتك راشي دابا شي 26 عام وهي فيا صافي. دابا الدواء صعيب عليا، الدواء غالي عليا بزاف، الدواء تنعيا من نحاول باش نجمع شي حاجه والو ما لقيتش. هادي دابا 4 ايام وما قاسين ولادي هنايا بلا ماكله بلا والو. كنفكرش انا دابا في راسي ولا انا كنفكر في دوك الوليدات، يعني الا ضعت ليهم انايا راه يعني راه مشات كاع راه كاع غادي كاع يتشرد. عييت من القهره وقلت شي، ويعني حتى العائله اللي غادي تبغى تقول شي واحد زعما يعاونك تمشي لعندو ما كاينش كاع اللي غادي كاع يعاونك. حتى انا ما كنطلبش من الناس زعما شي حاجه ديال المحسنين، ولكن كنطلب من الناس عاشي خديمه اللي زعما نعيش بها وليداتي ونبقى انايا مرتاح. اسميه ديالي الصحراوي المحجوب. العمر ديالي غندخل دابا في شهر 3، في 12 في شهر 3 غتكون عندي 61 سنه. المهنه اختي كنت خدام في مولاي يوسف سيكيريتي و 8 سنين وانايا فيها، ولكن ملي سالت ديك الشريعه ديك الشركه ما كانت لا وراق لا حتى شي حاجه، يعني فساله وقال لك صافي الله يعاون. دابا من شهر 3 وانا يا جالس، يعني الحاله الماديه ولا الحاله داك راه ما كاين حتى شي حاجه زعما شي واحد اللي غيعاونك ولا شي حاجه ما كاينش. يعني لما خرجت شاي ولا شي حاجه ولا ضربت عليها تماره ولا شي، انا ما بقاش عندي الجهد يعني اللي غنهز فيه الرمله ولا السيمه ولا شي حاجه. حيت فاش كنت في مولاي يوسف ودرت داك الراديو لقاو عندي دوك ديال الظهر ديالي، يعني ولاو دوك العظومة عندي عظم واحد هو اللي باقي ليا داير، يعني الا زيد شي حاجة ثقيلة على البوطة الا زيدها تنخاف لا نطيح، الا طحت غنتشلل كامل. شتي هذا وقت المشكل، والمشكلة اختي دابا ديال الكرا هو الكرا. انايا دابا هو كيسالني دابا شهرين وجا كيغوت عليا هنايا ومحي عليا هنايا ومصيفة شي عيالات كيدردكوا عليا من الفوق وكيخسروا الهضرة وما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. عندي اختي 4 الوليدات، 2 بنيات وجوج ديال الوليدات. ودابا تيجي تيقول لك دابا خوي لي داري، وانا فين غنمشي الا خويت ليه دارو؟ فين غنمشي فين؟ فين فين غنمشي فين؟ يلا هو 26000 ريال فين غادي تلقى بحال هاد داك؟ راه هو كيجي كيغوت عليك هنايا وما كيسالش حتى بزاف، يعني شهرين راه ماشي شي حاجه اللي. واختي مع كورونا راه عام 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 المحسنين، يعني عام على الناس اللي كتعرف كتمشي دير وجهك كدلل وجهك وكتمشي لعندو. يعني يقدر يعطيك يقدر ما يعطيكش، يقدر يقول لك هاد الساعه راه ما عنديش راه انا مع كورونا وحقا ما كاينش هادي وما هادي. انا كنت نمشي كاع للعكارين عند الناس اللي كنكون كنبقى نعرف تما اللي فاش كنت في مولاي يوسف اللي كنمشي عنده تنقول له الدار القضيه عندي مزيره وقضيه دايره، هو تيقول لك انا يا رانا انا كتشوفني انا عندي المحال وما عنديش البيع وشراء وما عنديش هادي، وريبوا علينا مولاي يوسف ما بقاش البيع وشراء ما بقاش هادي ما بقاش هادي وصافي. وكنولي نجي من بعد ساعه كنجي على رجليا من العكاري كنجي على رجليا حتى لهنايا السلام. تي دابا انا وصلت دابا ل 61 سنه، دابا ما عنديش دابا حتى الجهد اللي غادي دابا باش نصرفو على الدراري ولا شي حاجه. يعني اختي وصلت 61 سنه، يعني ما بقاش عندي الجهد يعني اللي غنهز الطقول ولا نهز الصندوق ولا نمشي للمارشي نهز الصندوق ولا نهز شي حاجه، راه بزاف. ما كنفكرش انا دابا في راسي ولا انا كنفكر في دوك الوليدات، يعني الا ضعت ليهم انايا راه يعني راه مشات كاع راه كاع غادي كاع يتشردوا. انا كنحس براسي انايا مريض، انا كنحس براسي بالعظام ديالي دايرين عليا زعما، ماشي واخا تنكون نمشي ونجي ولكن راه حاس براسي داير ماشي يعني هزها وساكت، هزها كي تيقولوا هزها في قلبي وساكت. عييت من القهره وقلت شي، ويعني حتى العائله اللي غادي تبغى تقول شي واحد زعما يعاونك تمشي لعندو ما كاينش كاع اللي غادي كاع يعاونك. انا اختي مشيت لعندها كاع، اختي اللي دايره كاع، اختي اللي من امي وبا مشيت لعندها عاطياني يعني 100 درهم غادي طال سيدي قاسم عندها كنجري من لهنايا ومسلف الفلوس من لهنايا وغادي كنجري زعما لعندها. مشيت لعندها عطاتني 100 درهم ديال اش 100 درهم ديال المركوب باش غنولي يلاه كي غديري ليها ومخلي ولادي. هادي دابا 4 ايام وهما قاسين ولادي هنايا بلا ماكله بلا والو. انا اختي ما اختاريش زعما هاد الظروف هادي وداك شي، انا زعما كل لقيت عاشي اختي ما زعما اللي نخدم فيها نعيش بها هاد الوليدات. انا ما عنديش المشكل عا وليداتي ما يبقاوش ليا متشردين ليا وما يجيش مول الكرا يبقى يدق عليا، يبقى كل مره اللي قاعد باش نخلص مول الكرا ونخلص الموضه ونخلص داك شي راه ماشي مشكل. واش اختي دابا ما لقيتش حتى كيلو طحين اختي على حساب ولادي؟ دابا كيلو طحين ما كاينش. انا الصباح جايب 5 دراهم نجيبها كيلو ديال الطحين، فين هو يا الغدا ديالها؟ فين هو يا
يلا هذا هو المشكل اللي كاين. حتى انا ما كنطلبش من الناس زعما شي حاجه ديال المحسنين، ولكن كنطلب من الناس عاشيه خديمه اللي زعما نعيش بها وليداتي ونبقى انايا مرتاح، نخلص الكرا، نخلص الموضه، ونخلص بزاف الحوايج، حتى المره عندي نلقى باش ناخذ لها الدواء، نلقى باش ناخذ بزاف الحوايج. يعني دابا انا الحاله المدنيه عاطيها للفارماسيان باش كناخذ لها الدواء، هو دابا تقاد لها الدواء، خصني باش نخلص من الفارماسيان باش ناخذ لها دواء اخر عاوتاني. عندها الضيقة وعندها اختي عندها امراض داكشي ديال القلب، راه شهر وهي نعسه، وهي نعسه لي في السويسي، وعاد خرجات وعندها الدواء دابا عام كامل، وهي دابا كتستعمل الدواء. الا ما كانش الفلوس ولا شي حاجه كتضطر كتعطي الحاله المدنيه ديال ولادك كتم عاطيها وباش كتاخذ لها الدواء. انا الجوجه ديالو داكشي راه تعرف الظروف انتي وداكشي، واش نقول لك، راه ما كاين لا خدمه لا حتى شي حاجه. وعاد الدري الصغير هو دابا ولا معصب ليا، الدري هذا الصغير هذا ولا معصب، كل ساعه تيقول لك انا كنمشي ندفع ما كنلقى لا خدمه لا حتى شي حاجه، ماما شنو غندير شنو غندير. ايوا واش نقول، كل مرض هانتي عارفه كل شيء، الظروف كي دايره ديال الانسان. ايوا حتى واحد ما شكون اللي غادي يديرك، غير تنطلبوا الله والسنين يعاونونا بشي حاجه ديال هاد الوجهات الوليدات وصافي. وهو تما كرهت انا كاع نلقى له شي خدمه، هو عا ما يبقاش في الدار معصب عليا. والله العظيم اللي كاينوض كيتعصب كيقول لك انا ما كان عييت ما ندفع حتى شي واحد، اللي مشيت لعندو كيرجعني، اللي مشيت كيرجعني، اللي مشيت كيرجعني. هي مسكين ما يديرو ساعته ولا وصافي، لا حول ولا قوه الا بالله. عندي انا اربعه الوليدات، جوج بنات وجوج دراري. الوليد الكبير خارج عليا ما معاياش في الدار، وثلاثه معايا هنايا جوج. البنت الكبيره مسكينه ما كتقراش، غير صغيره دابا اللي كتقرا. والوليد الكبير هذا الصغير راه كيقلب على خدمه ما لقاش والو، ايام ما يدفع ايام هذه ما لقاش. انا مريضه، انا في الضيقه ازماتك، راه شي دابا شي 26 عام وهي فيا، ودابا ولا مع داك الاعصاب وهذا الشيء ولات فيا عاوتاني. رجع ليا لقيت ملي دوزت وداك الشيء سخفت لي في الدار وداك الشيء، لقاو القلب. انا شحال وانا نعسه في سويسي ديال لاله سلمى وداك الشيء، شحال وانا نعسه فيه تمايا صافي. دابا الدواء صعيب عليا، الدواء غالي عليا بزاف الدواء، تنعيا من نحاول باش نجمع شي حاجه والو ما لقيتش. ما حيتنا الكره، ما حيتنا الماكله، المصروف هكايا هكايا، والو لا حول ولا قوه الا بالله. الدواء وداك الشيء غالي، انت عارفه ديال القلب شويه صعيب تيكون غالي شويه. نطلب المحسنين، راهما كيشوفوا كل شيء على عينيكم دابا، وداك الشيء الا كان شي واحد يعاوننا بشي حاجه ولا هذا الشيء اللي كان، الله يجازيهم بخير هذا الشيء اللي كان طلبوا منه. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.